عقد البرلمان العربي جلسة طارئة ظهر اليوم برئاسة معالي الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، لمناقشة قرار الإدارة الأمريكية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل. حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من القاهرة سعادة الأستاذة دلال الزايد، عضو مجلس الشورى ونائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي. بعد التحية أستاذة دلال، هل تطلعين على أهم القرارات التي تم الخروج بها من هذا الاجتماع؟ طبعا بالنسبة لهذه الجلسة الطارئة اللي تم عقدها، ناقشنا عدد من الأمور الهامة التي تخضع لإختصاصنا كبرلمان عربي ممثل لسيادة الشعوب العربية في هذا الجانب. أكدنا على طبعا بطلان هذا القرار لكونه مخالف لعدد من المبادئ القانونية وميثاق الأمم المتحدة وأيضا القانون الدولي والقرارات الصادرة من مجلس الأمن تحديدا فيما يتعلق في المسألة الفلسطينية. أيضا أكدنا على الرأي الاستشاري الصادر من محكمة العدل الدولية اللي كان للتوصيف القانوني لمدينة القدس أنها يعني محتلة بواسطة السلطات الإسرائيلية، فبناء عليه الاحتلال لا يكسب سيادة ولا تملك الإدارة الأمريكية أن تضع بصفة مستقلة ما هو نساق بهذه الأمور والمبادئ القانونية. اتخذنا من الخطوات التنفيذية أن احنا سوف نرى مسألة الطعن على هذا القرار من ناحية أيضا قانونية بمساندة عدد من البرلمانات الدولية التي اعترضت على هذا القرار أيضا وصدوره ومدى انتهاكه وتأثيره على عملية السلام وما نتج عنه أيضا من أعمال تناولت الشعب الفلسطيني عدد من القتلى والشهداء والإصابات التي حدثت ونقلها لنا حقيقة ممثل السلطة الفلسطينية أثناء حضوره مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، وأيضا الزملاء من أعضائنا في البرلمان العربي نقلوا لنا الوضع الحالي الموجود في القدس ومدى تأثيره وتداعيات هذا القرار المخالف والباطل الغير مشروع عند صدوره. ايضا احنا الان بمشاركه عدد من القضاة من الدول العربيه والمحاميين العرب راح نطيق طبعا المذكره دفوعنا القانونيه في هذا الجانب ونعمل على ايضا ترجمتها للغات المعتمده تمهيدا للاجتماعات التي تقررت عقدها مع عدد من البرلمانات. أيضا ناقشنا نقطة جدا هامة تناولناها فيما يتعلق في بعض القنوات التي توجد في قلة من الدول العربية التي بثت بشكل مباشر بث أخبار كاذبة وتضليل. فمسؤولية اليوم وزراء الإعلام العرب وأيضا مسؤولية السلطات المختصة في جدية المحاسبة وردود الفعل تجاه هذا التضليل الموجه يعني في حيال هذه المسألة، بحيث ان احنا فعلا نعمل ان احنا نسد ونمنع كل ما يشكل فرقه في الصف العربي، لان وحدتنا هي السبيل الى مساله مواجهتنا لما قد يصدر بقرارات ممنهجه تمس الامن والسلام القومي العربي. نعم، من القاهره سعاده الاستاذه دلال الزايد عضو مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.